القلوب اتكسرت، هو ده عنوان أغنية صلاح الكردي الجديدة، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع إليا ناستا، واللي أطلقها من يومين على يوتيوب في كليب من إخراج سام كيال. وإحنا قابلنا صلاح وحكينا معاه عن الأغنية دي، طبعاً بالإضافة لتعاوناته الفنية الجديدة مع عدد من النجوم العرب. نقول لك مبروك على نجاح آخر عمل القلوب اتكسرت. شو موضوع القلوب اتكسرت؟ ما بعرف صراحة ليه القلوب اتكسرت. هلأ مش كل مرة معك مقابلة بتكون منزلين غنية فيها جرح وفيها شو اسمه، بس هيك عم تسائب يعني غنية رومانسية حسيت فيها. ودي أغنية من مجموعة الأعمال اللي بحضرهم صلاح لجمهوره في الفترة اللي جاية. في عندي أغنية جديدة كمان من كلماته وألحاني، توزيع تايم، بروحك أوفى منك. والأغنية دي بالذات كشف عنها حصرياً لتريندينج وسمعناها معه في الاستوديو. أما الأغنية الثالثة فهتكون باللغة العربية الفصحى ووراها قصة حكلنا عنها صلاح. كنت على التيفي عم بحضر وحاط التيفي ميوت يعني، بس إنه كباك جراوند يعني، فلقيت إنه مثل سين إنه في تلاميذ وحدا وأستاذ على البورد عم يكتب، فكاتب بيت شعر. طلعت بهيدا لفت نظري وكتير أنا عجبت، فت على جوجل لقيت إنه هيدي قصيدة للمتنبي، كتير 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 حبيتها ولحنتها فورا وسمعتها للمقربين والأصحاب من فنانين ومن عجبتهم كتير كتير. وكان في أكتر من إشارة حمسته للعمل. طبعا محبتي لقاله الأستاذ مصطفى الأغا عم بيقولها كشعر على السوشيال ميديا، فقلت خلص هيدي الساين، بشرت بالتسجيل والتصوير وبعتها لإليسا، لأنه إليسا كمان عملت شير للشعر كمان بنفس الشهر هيدا اللي أنا سمعتها فيه، فقلت كمان هيدا تاني ساين، بعدت لي إياها كتير 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 حبتها كتير حبتها. والأعمال دي كلها صورها صلاح فيديو كليب، ما عدا الأغنية الأخيرة اللي هتكون بمثابة السامر سونج اللي هتنزل على أول الصيف. هي الفرحة أبيت هاوس خارج صيف اسمها أنا وياكي، وهيدي ما صورتها بس رح نصورها على أول الصيف لتكون الأجواء كلها ملائمة، يعني تكون أجواء صيفية بلبنان هتكون. والأعمال دي كلها ما أخدتش صلاح من تلحين أعمال تانية لنجوم الوطن العربي. صلاح دايما بتخصنا بأخبار هيك حصرية، ونحن دايما مرفقينك بكل أعمالك، فبدنا نشوف هلأ الأعمال الجديدة مع مين، بدك تسمينا هيك الأسماء يلي عم تتعاون معها، إذا في تعاملات جديدة. في تحضيرات لأكثر من فنان، في النجم آدم، نجم الكبير صابر الرباعي، نجم سعد رمضان، نجم معين شريف صديق، نجم رضا، نجم الكبير أصالة، نجم التونسية شيماء هلالي، نجم وائل جسار، النجمة الكبيرة نوال كويتية. والعمل اللي هيجمعه مع نوال هو أغنية مهداة للبنان، الفنانة الكبيرة نوال كويتية اللي حبت تهدي لبنان أغنية، وبناء لطلبها وأحساسها اللي أنا شفته كله محبة. ما بعرف، رحت على الأوتيل بكند الكويت وصدقيني طلعت الغنية بسرعة فظيعة، قد ما كنت اكسايتد وقد ما كنت مآمن بهذا الشيء، لأنه حبيت كيف طلبت تغني هيك أغنية. صراحة هيدا شيء بدل على محبة وكبيرة للبنان شعبا وفنا. وسمعنا كلمتها للمرة الأولى، بتقول الغنية مدري شو بني، بحبك قد الدني، وبعرف بتحبني وبتحب كل الناس، صار لي كم سنة من عمر الولدني بسمع على فيروز بتغني لك بإحساس. والأعمال اللبنانية ما انتهتش هنا، فهو كمان عنده أغنية جديدة هنسمعها من سعد المجرد. سعد مدوخني في عمل he requested و very picky وفي فكرة معينة عم نحاول نحطها بالخلاط ونبرمها، عم تاخد وقت بس إن شاء الله النتيجة هتكون على قد التعب. وسعد بيعشق اللون اللبناني وبيغني أساسا بالأعداد وبالحفلات الخاصة وقبل كمان، وبيلبق له طالع كتير كتير حلو. وفي كلامه معانا قال لنا عن عمل رومانسي جديد حضره لإليسا. إليسا دايما بالبال يعني، أكيد في عمل جديد إن شاء الله من كلمات الشاعر صديق علي المولى ومن ألحاني، يمكن يكونوا عملين بس الكونفيرم لهلأ عمل. أنا اكسايتد بهالتجربة لأنه غنية حلوة وكلمات علي حلوين. كل التوفيق أكيد ليك في كل مشاريعك الجاية، ولقائنا مع صلاح لسه مخلص، وكملنا حديثنا معاه وأخذنا رأيه في الأعمال الموسيقية الجديدة اللي انطرحت مؤخرا، ده طبعا إلى جانب أكثر من عمل آخرين، بداية كان مع أغنية يا عيوني لسعد المجرد بما أنهم أصدقاء.
أنا فان وكتير بحب أغاني، وسعد بالنسبة لي إنه بسمعه مش لأنه الغنية حلوة أو مش حلوة أو هي أحلى أو هي يعني، بسمعه لأنه روحه حلوة، أفكاره حلوة، ذوقه حلو بتنقيت الأغاني. في أغاني بتكون بوب وبتسمعيها تودانس، في أغاني بتسمعيها بالسيارة، في أغاني بتسمعيها يعني عنده فرايتي بالستايلز اللي بغنيهم، وهذا الشيء كتير بحبه لأنه بيلبق له وبيعمل إشياء دائما ناجحة لأنه بيكون بمحلة وبتلبق لصوته ولشخصيته. شو رأيك بأغاني ماجد المهندس وحسين جسمي اللبنانيين، أغنيتين اللبنانيتين؟ حبيت غنية حسين كتير وحبيت غنية ماجد، يعني الأغاني كتير حلوين أدوها بشكل حلو، والألحان والكلمات تحفة مثل ما بيقولوا بالمصري. ودلوقتي جه الوقت علشان نتكلم عن النجوم اللي بيرجعوا بأعمال جديدة من بعد فترة غياب. خبرني عن عودة شيرين عبد الوهاب. شيرين وصلت لمرحلة عنا كجمهور إنه شو ما بتغني من حب، ما أنت صرتي بمرحلة إنه شيرين إنه عم تسمعي لهيدا الإحساس، مش عم تسمعي لحدا عم بيغني أغنية معينة نجحت ما نجحت حتنجح، فصرتي ما فيك تقيمي العمل لأنه هالة الفنان وإحساس الفنان متعشق فيكي، خاصة أنه مشتاقين لها ناطرينها. مزبوط، وشيرين دائما يعني بتنزل العالم بيكون ناطر، هيدا شغلة كتير كبيرة. عودة مريم فارس. Good luck. يعني اكيد بتمنى لها الخير واكيد جمهورها مبسوط. ما شفت لها فيديو من على السوشيال ميديا هيك من يومين، مهضومه عم ترقص عم تعمل بروموتنج لشيء، يمكن لابسه لبس يمكن امازيغي او هيك شيء معين. اكسايتد لنسمع الجديد. ومن النجوم الشباب المفضلين عند صلاح هي رحمه رياض، واللي بيشوف انها الوحيده اللي بتنافس نفسها. رحمه صديقتي الغاليه واللي بتمنى لها كل الخير صراحه، كتير مبسوط ومبسط له لأنه اجتهدت كتير واشتغلت على كل شيء بخصها وعم تقطف ثمار النجاح، وإن شاء الله لنجاح أكتر. فنانة رائعة وأغانية كتير حلوين، وبنبسط أنا لما بشوف حدا طور وتقدم ونضج وصار عم يعمل خطوات ثابتة مثل ما بيقولوا. والتعليق الفني الأخير اللي أخذناه من صلاح قبل ما ننهي لقاءنا معاه كان موقفه من أغاني المهرجانات. المهرجانات برأيي نوعين، في نوع مقبول وفي نوع غير مقبول. النوع المقبول بعدهم عم بيغنوا، النقابة ما قعدتهم ببيوتهم، بس اليوم أنت نحن بالعالم العربي لا عنا، بس تحضري تي في ما بتشوفي لا ريتد 13 ولا بي جي 13 ولا ريتد 18 ولا في رقابة، ولا في رقابة سماعية، والبايرسي على الهواء، أي واحد بيطلع أونلاين بينزل شو ما بده، يعني في فوضى والدنيا مفتوحة. طب أنا اليوم ابني بنتي بعمر معين عندهم أكسس أنه يسمعوا أغاني فيها كلام ما بينسمع، لتاخد أفكارك باتجاه سيء.